340 صعود ونكمل قصة ذاتي الناصر للإسكان الجاهزات في يدي الجاهزات عندي تقريبا 80 يعني جاهزة جاهزة راح نقولها اي راح نقولها واوديها هسه مثل هذه اي هاي شو نسميها؟ صحية مثل هاي ما صالحة للاستخدام مو عندي فرق عمل زين اليوم للمغربية وباكر الظهر ايش قد تكمل؟ صحيات؟ اي يعني باليوم معدل نكمل 100% 10 قليل ايوه استاذي تشون دا اكمل بلوك بلوك يعني لا اشوف انا وصيتك وقلت له ابوي المكان العام اللي طلع 10 بالفعل مطلعين هسه عندنا ازدحام بالفعل مطلعين استاذ ما مطلعين هسه اقول لك استاذ ما مطلعين تعال يلا موجود تحت الكهرباء هاي بس وصالة مع بعضهم وينزل تكمل الثلاثاء القادم إن شاء الله كله مشروع لا لا ما الثلاثاء القادم ما نقبل يعني أنت عندك 30 مو صحيح؟ نعم 30 حمام باليوم تقول أكمل 10 100% بدي اسمعني يعني اليوم راح يصير 50 اليوم ان شاء الله باكر 50 يصير 50 لحد باكر 50 نعم ليش ما تضاعف للعدد وتكمل لي لل 100 يضاعف استاذ يعني باكر ورا الظهر اجيب لك عوائل يضاعف ها نعم. هذي قاعد يسوونها بالمخيمات لو هذه والله استاذ هي حسب طلب الجهه يعني مثل ما يقول المستفيد احنا عاده عندنا خيمه باكستاني هاي يمكن اكبر من ذيك هي اكبر بس ذيك مواصفاتها احسن مواصفاتها خلينا نكون صريح معك احسن هسه ما خطر هسه بعد جار جنابه هسه 500 خيمة 500 خيمة جاهزة مثل هاي استاذ الموضوع بس اوضح الجنابه عندي 1000 2000 خيمة هو 2400 2400 2000 راح نوصل على المساحة المتوفرة نعم كهرباء هسه جبت لك موجه شلون اوصل ما اوصل الخيمة بالضبط مثلا كل مسافات اوصل رئيسي وبعدين سلك على قد الاستخدامات